يسعد لي مساكم يا الغالين. قبل لا نبتدي موضوعنا اللي اليوم جدا مهم وكثير منكم ناطره ومن أمس قاعدة أجهز له وسويت النقاط المهمة فيه، حبيت أتقدم بخالص العزاء لكل الشعب العماني الرقيق اللي مثل النسمة أطيب الشعوب بوفاة السلطان قابوس الله يرحمه ويغفر له بإذن الله. موضوع اليوم راح يكون عن القشرة، القشرة بنوعها، قشرة اللي تصير بفروة الرأس، سواء القشرة الدهنية أو القشرة الجافة. ليش دكتورة؟ لأن إحنا تكلمنا كثيرا على التساقط، تكلمنا عن الشعر الدهني، طبعا اليوم اللي بتكلم عنه شيء مختلف، ولكن كذلك تكلمنا عن الشعر التالف، العناية بالشعر الجاف، إنزين، والشعر المصبوغ، لكن ما تطرقنا عن القشرة. القشرة مو بس شكليا تأذي، يعني إن تبين القشرة على الرأس، أو إذا كانت جافة راح تطيح على الهدوم، وإذا كانت سودة تبين، سواء لشاب وبنت، لا، ممكن تسبب التهابات، حكة، ممكن تكون وسط للبكتيريا أو العدوى الفطرية والبكتيرية، ممكن إذا ما تعالجت تسبب تساقط. فمشكلة القشرة بنوعها جافة أو دهنية كثيرة، وما تقتصر بس على الشكل، لكن ممكن تضر فروة الرأس والشعر. موضوع القشرة طويل صح، ولكن أنا قعدت عليه من أمس عشان شنو؟ أخفف لكم أو أبسط لكم معلومة وتوصل لكم بشكل يعني سهل ومفهوم. أول شيء عرفنا الأضرار القشرة، أنه مو بس الشكل، لا والله ممكن تسبب تساقط، ممكن تسبب ريحة، ممكن تسبب التهابات. العلاجات طبعا المتوفرة بمراكز صحية لدى أقسام الجلدية بالمجان، وأنا إذا عادة يكون في أمثلة أذكرها، نفس ما أسوي مع المقشرات وغيرها. هني الأمثلة مثل ممكن في أشياء ما يكون فيها كورتيزون، وفي أشياء يكون فيها كورتيزون. من الأشياء اللي يكون فيها كورتيزون متوفرة وزارة الصحة لدى أقسام الجلدية بالمجان وتأخذون عن طريق دكتور وتتابعون، تكون مثل التي آيونيل أو الجلوبيكس وغيرها من الشامبوات. ولكن بعد هذا مثلا في ناس ما أدري ليش ما تبي شيء في كورتيزون، أو تبي أشياء تستمر عليها. أنا دائما أحط أمثلة لهذه الناس، أذكر الأشياء المتوفرة بالمجان وشنو فيها، وأذكر الأشياء اللي متوفرة يقدرون يشترونها. شرحي للمواضيع دائما الحق بأمثلة. ليش؟ لأن البنت أو الشاب عرف أن الحين عنده مشكلة قشرة وعندها أضرار، الدكتورة قالت يروح الصيدلية، يمكن يلاقي توجيه من البعض بطريقة خاطئة، أو الشامبو ما يكون يناسبه. مو الكل بس البعض ما يعطونه مثلا الشيء اللي يناسبه بالكامل. أنا اليوم بتكلم بشكل عام وراح أحط مثال، راح أحط مثال يناسب القشرة الدهنية. القشرة الدهنية اللي مجرد بس تسوين كذي يطلع تحت الظفر قشرة، لكن القشرة الجافة تتساقط، راح تبين كذي موجودة بالشعر أو تسقط على الأكتاف وكذي، فهذه قشرة جافة. راح أحط مثال ينفع هذه الفئة ومثال ينفع هذه الفئة، ورجاء ركزوا معي. المثال اللي بحطه من أورايزنج. أورايزنج أنا أعشق هذا البراند الإيطالي، لأن في جميع التركيبات، سواء حق شعر مصبوغ حطيت مثال، وفي الأشياء اللي يحتاج الشعر مصبوغ للتساقط في التركيبات المهمة ليش بحط هالمثال؟ طبعا أنا راح أقول لكم ليش. لازم تميزون ترى في مجموعة الشعر الدهني، تذكرون حطيتها، هذه مختلفة، هذه فيها حق القشرة سواء كانت قشرة دهنية أو قشرة جافة. بشرح لكم إياها بالتفصيل ولكن بسيطة جدا. شامبو لوشن وزيوت متطايرة، هذه اللي تنخلط مع الشامبو. ليش نوعين؟ لأن في شيء يناسب القشرة الجافة وشيء يناسب القشرة الدهنية، وتختارون واحد منهم تخلطونه مع الشامبو. راح أراويكم الطريقة، ولكن ليش يعني هذه بالذات دكتورة حطيتيها؟ أنا أقول لكم شغلة، ترى المجموعة اليوم بحطها تكفي 3 شهور، فبالتالي أنتي أو أنت راح تلتزم. ثاني نقطة، اللوشن راح يكون في تركيبة حلوة، والشامبو راح يكون في تركيبة حلوة. شنو فيهم؟ الحين أقول لكم. كل شيء بالمجموعة اللي بحطها اليوم يستخدم مرتين بالأسبوع، المجموعة كلها تكفي 3 شهور، فبالتالي سهل الاستخدام وكذلك سهل التطبيق، وراح يخليكم تلتزمون فترة طويلة وتلاقون نتائج بإذن الله. اللوشن فيه لاكتيك أسيد، طبعا غير عن تركيبته الرائعة، أنا كاتبت لكم كل شيء بالتفصيل، ولكن بقول لكم أهم شغلات فيه لاكتيك أسيد. الشامبو شنو فيه؟ الشامبو فيه سيتريك أسيد، فبالتالي إحنا نحرص على أن على الأقل فيه أشياء تقشر لنا القشرة، تروحها، بس بنفس الوقت ملطفها. عشان كذي الشامبو بالاستخدام هو مرتين بالأسبوع. ليش نخلط معه؟ تذكرون
من قبل أن أشرح طريقة الزيوت المتطايرة، ولكن في اللي نقطة عليها زرقة فاتحة هي حق القشرة الجافة، واللي عليها نقطة زرقة غامجة راح تكون للقشرة الدهنية، لأن القشرة الدهنية حاطين مستخلص زيت الليمون ومستخلص زيت النعناع وكثير من الزيوت الحلوة، ولكن حق القشرة الجافة حاطين تركيبة. أما الزيوت اللي راح تصير طبعا هي زيوت متطايرة ما راح تظل على الفرن، لأنك أنت راح تخلطينها بالشامبو وراح تستخدمينه تغسلين شعرك وبس. وهذا اللوشن راح ينحط قطارة مرتين بالأسبوع، يكفيكم 3 شهور عشان القشرة. خل أقول لكم الحين، قلت لكم الزيوت المتطايرة مالت القشرة الدهنية راح يكون فيها ليمون نعناع، لكن حق القشرة الجافة راح يكون فيها شنو؟ راح يكون فيها زيت اللوز الحلو، خلاصة زيت اللوز الحلو، وزيت الأفوكادو، وزيت الروزماري، فالتركيبة تختلف عشان شيء حق الجافة وشيء حق الدهنية. أنا هالبراند جدا أعشقه والله، اني لما رحت الامارات مره واحده تقريبا سشورت عند ذا لوفت، البنات يمكن يعرفونه بدبي، عند واحده اسمها تاتيانا، انا قلت اسمها بعد عشان تعرفون لو بتسالون، والله العظيم قالت لي شنو تستخدمين حق شعرك، كان اقول لها براند اورايزنج الايطالي، انا اغلب مجاميع استخدمتها، وحتى مجموعه القشره لما شفتها زينه حطيتها. هذا البراند الاورايزنج اتوقع المتابعين من زمان يعرفونه، كاهو تذكرون هذا؟ هذا متصاق، ترى هذا اللي ما اخذته معي بالسفره. أنا عادة أغسل شعري وأروح الصالون. عجيب عجيب عجيب، سألتني هناك قالت لي شنو تستخدمين، قلت لها والله هذا براند إيطالي هاي، تقول فقالت لي قاعد تكلمني فقاعد تقول لي هذا وايد قوي شكله، إنه وايد حلو شعرك، شنو حاطة بلسم وحاطة ترطيب وهذا، مع إن هذا ترى شامبو تساقط، يعني تخيلوا هم وايد يعتنون بالتركيبات. أنا استخدمت عندهم مجموعة الذهب، وأخوي الحين قاعد يستخدمها ما يستغني عنها، شعره صار يهبل ما شاء الله، هو شعره وايد حلو بس شعره صار أحلى. استخدمت الأورايزنج اللي هي مالت التساقط هذه الألفة، واستخدمت بعد واحدة غيرها، واستخدمت الذهب نفس ما قلت لكم والأرغان، واللي ما استخدمتها الفيلر وشعر المصبغ لأني ما أصبغ شعري، وهذه القشرة لله المنه والفضل الحين ما عندي، ولكن شفت تركيباتها وعرفت أن فيها سترك فيها لاكتك، فحلوة وراح تفيدكم إن شاء الله، راح أحط لكم كل شيء الحين. اما لما اتكلم عن فلاي اب ينطرون العرض، لما اتكلم عن الاورايزنج ينطرون العرض، هو عليها عرض بس راح يطلع معاكم الشامبو مجاني لما تشترون اللوشن هذا وتختارون احد انواع الزيوت. طبعا قلنا ان شيء حق الجافه القشره الجافه وشيء حق القشره الدهنيه، تمام. الحين احط لكم كل شيء. نقطة مهمة أرد أقولها، المجموعة كلها تكفي 3 شهور واستخدامها مرتين بالأسبوع فقط. اللوشن قطارة لوشن، شلون تحطين لوشن تساقط، تحطينه قطارة ترجينه تاخذين تعصرين، تاخذين قطارة كاملة توزعينها على كل الفروة والدلكين، تبين تسبحين عقبها ثاني يوم الصبح على راحتك، تبين تخلينه عادي ما في مشكلة. الشامبو لما تين تبي تغسلين شعرك مرتين بالاسبوع او تبي تغسل شعرك مرتين بالاسبوع، تخلطون منه مع الزيت اللي يناسب القشره، سواء جافه راح تختارون او دهنيه، راح تحطون 10 نقاط مع كميه الشامبو اللي بتطبقونه على شعركم وتشطفون شعركم فيه، بس هذه هي بكل بساطه. منو مثلي غرم بفكت النمش، ويه عجيب، منو مثلي غرم بفكت النمش.